بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الدكتوراه المهنية المستوى الرابع تخصص إدارة الأعمال، مقرر التفاوض، مقرر إدارة المعرفة والابتكار، مقرر إدارة المعرفة والابتكار. النهاردة هناخد محاضرة التالتة عن طبيعة إدارة المعرفة، وهنقسمها إلى محاضرتين إن شاء الله حسب الظروف. طبيعة إدارة المعرفة، عندي مفهوم المعرفة، عندي أنواع المعرفة، عندي مفهوم إدارة المعرفة، عندي أهمية إدارة المعرفة، عندي عمليات المعرفة. مفهوم المعرفة طبعا لازم تفهم العلاقة بين البيانات والمعلومات والمعرفة. البيانات هي المواد الأولية أو المواد الخام أو المدخلات، أما المعلومات فيتم إجراء بعض العمليات أو المعالجات التحليلية على البيانات وتحويلها إلى معلومات نستفيد منها. المعرفة بقى هي تجميع لهذه المعلومات ووضعها في شكل يمكن الاستفادة منه. إذن المعرفة هي معلومات أو حقائق يمتلكها الشخص في عقله أو مدونة عن شيء ما، وهي ناتجة عن معالجة البيانات اللي هي خرجت لنا بمعلومات. أنواع المعرفة، عندي المعرفة الظاهرة الصريحة والمعرفة الضمنية. المعرفة الظاهرة أو الصريحة هي المعرفة الرسمية أو المنظمة اللي أنا ممكن أرمزها أو أكتبها أو أنقلها إلى الآخرين بواسطة وثائق وخلافه. أما المعرفة الضمنية فهي المعرفة اللي موجودة في عقل الأشخاص، أو هي معتمدة على خبرة الشخصية والحدث والحكم الشخصي، ويصعب ترميزها ووضعها في صورة كلمات، أو هي المعرفة اللي موجودة في عقول الأفراد وفي سلوكهم وفي سلوكياتهم، بتبين على قدرتهم على تضمين أو تخزين هذه المعرفة اللي هي المعرفة الضمنية. عندي فروق بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية. المعرفة الصريحة توثق وتخزن في الملفات والسجلات، لا، المعرفة الضمنية موجودة في عقول البشر، لا تأخذ صيغ مكتوبة وموثقة. يتم المعرفة الصريحة يتم الحصول عليها والتعبير عنها وترمزها لأنها في كتب وسجلات، تانية لا تصنف ولا ترمز لأنها في عقول البشر. ثلاثة، المعرفة الصريحة موضوعية وأسهل مشاركتها وتداولها لأنها مسجلة. تانية ذاتية وتقوم على الخبرة والممارسة، ومن الصعب مشاركتها إلا بين احتكاك الأفراد بعضهم البعض عن طريق اللقاءات المختلفة. رقم أربعة، يسهل التعامل معها وتوزيعها اللي هي المعرفة الصريحة، تانية أصعب تغييرها ومشاركتها. خمسة، المعرفة الصريحة يغلب على الطابع الرسمي لأنه ممكن كده الاحتفاظ بها رسميا، التانية من الصعب التعرف عليها لتحديدها وتحصيلها وإضفاء الطابع الرسمي عليها. رقم ستة، المعرفة الصريحة تتسرب لخارج المنظمة، ممكن تخرج. التانية خفية لأنها موجودة في عقول البشر. رقم سبعة، مستقلة عن الذين وضعوها، لأن اللي وضعوها في كتب وسجلات خلاص بقت بعيدة عنهم، التانية موجودة في عقول البشر. ده التفرقة بين المعرفة الصريحة والمعرفة الضمنية. مفهوم إدارة المعرفة هي العمليات المنهجية اللي بتساعد المنظمة على خلق المعرفة، إيجادها من العدم وتبادلها وتطبيقها، يعني إيجادها من بيانات أو من معلومات، من بيانات ومعلومات، ممكن إيجادها خلقها يعني إيجادها من بيانات ومعلومات وتبادلها وتطبيقها، تبادلها من البعض البعض أو تحولها إلى تطبيق يستفيد منه البشر لتحسين أداء المنظمة، أو هي عملية جمع وخلق المعرفة وتسهيل التشارك فيها بحيث يمكن تطبيقها في عموم المنظمة، التشارك بين المنظمات وبعضها، بين الفروع وبعضها، بين الإدارات وبعضها وهكذا. أهمية إدارة المعرفة، عندي فوائد لإدارة المعرفة. بتساعدني في اتخاذ القرار بشكل أفضل وسريع طالما عندي معلومات ومعارف، تحقيق نتائج فورية في حل المشاكل تكون ذات جدوى، زيادة كفاءة وفعالية المنظمة، زيادة الإبداع، ممكن استخدمها في تحسين جودة
المنتج او الخدمة. ممكن استغل المعرفة دي والمعلومات المتراكمة عندي ان انا اقدم منتجات وخدمات جديدة. ممكن اخلق قيمة للعملاء وافهم احتياجاتهم ايه واحسن لهم المنتج وازيد من درجة رضاهم والقدرة على الاحتفاظ بيهم. ممكن احسن الانتاجية باستخدام المعرفة. ممكن المعرفة تساعدني في خفض التكاليف، ولو خفضت التكاليف منها هخفض الاسعار، هزود المبيعات، هزود الارباح، هتزيد الحصة السوقية في للشركة، هزود القيمة السوقية للسهم في البورصة، نتيجة الأرباح زادت. بعد كده جذب الموظفين وتحسين مهاراتهم والاحتفاظ بهم وزيادة تعلم العاملين لكيفية الإلمام بالمعرفة وخلق بيئة العمل الجماعي، تحسين نوعية قوة العمل وبناء قدرات ومهارات وتقليل احتمالات مغادرة الموظفين لعمله، لأن المعرفة بتساعد على التطوير والتحسين، تحسين إنتاجية العاملين من خلال جعل المعرفة متاحة لكل العاملين، وتحسين وخلق طرق عمل جديدة وطرق عمل جديدة. بعد كده عندي عمليات المعرفة اللي هي توليد المعرفة، تخزين المعرفة، مشاركة المعرفة، تطبيق المعرفة، ودي هناخدها في محاضرة قادمة إن شاء الله. ولأن نلقاكم في المحاضرة القادمة لكم منا كل تحية وكل احترام، والسلام عليكم ورحمة الله.